שליט. למה לא בשביל אישי? כאן דרך אבנוע. כן. ארבעה. אול חגה? לא עלי. תראי חגה? סיסט. תראי חגה? גרף. אחר חגה? גרף. כל נגע הוא לוחד. في كم نوع منها؟ اثنين شطور ثلاثة يوم بقى ثلاثة الزيرو زيرو سوليوشن ايوه وان سوليوشن ماني سوليوشن السيستم السيستم زيرو وان ومن كوادراتيك زيرو 2 1 تمام كده الجراف ده نسيبه زيرو سوليوشن معناه ايه كوفيشنت اوف اكس ايكوال لكن الكونستنت ماله نوت ايكوال ال1 والكونستنت لا ماليش دعوه بالكونستنت اصلا هنا ماليش دعوه بالكونستنت اصلا يا اسف في الميني في زيرو الزيرو الـ N الـ N بتبقى إيكوال والـ Out الـ N في الـ 1 تبقى الـ N في الـ Mini في الـ Mini الـ N إيكوال والـ Out إيكوال تمام كده؟ زيرو هنا B2 minus B square minus 4AC ماذا؟ over لزان زيرو يعني بيطلع رجل يعني بره مش هتطلع على X axis خالص two solution B square minus 4AC تطلع greater than زيرو يعني قطعت ال X axis مرتين تمام كده؟ تطلع positive one solution يبقى B square minus 4AC equal 0 عمل touch على X axis ايه تمام كده؟ تمام 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 جريت هنا كم solution؟ 1 هنا في كم solution؟ 0 هنا؟ 8 هنا؟ 2 ايوه هنا؟ زيرو زيرو هنا 1 1 1 هنا زيرو معلش بس دي 1 1 دي زيرو اللاين ده ما قطعش برابل اصلا هو لازم يقطع لازم يقطع برابل مره بص هنا بقى ما تطش معاه ده 1 تمام هنا زيرو هنا ايه 1 هنا زيرو تمام هنا 2 هنا كم؟ ميني؟ هنا زيرو زيرو وان 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 اخر حاجة كده تو تو يا رجالة سوق نيم تو في تو سوليوشن كده زيرو 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 تمام الحمد لله كده على فكرة السؤال ده لا وان 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 اهو السيستم ده والسيستم ده والسيستم ده الثلاثة اتقابلوا مع بعض مرة واحدة تمام؟ لكن السيستم ده وده وده ما تقابلوش هما الثلاثة مرة واحدة كل الاثنين تقابلوا إيمان في حاجة ناقصة كده؟ طب احنا ايه بقى كنا سايبينه المرة اللي فاتت؟ الكوادرنت الكوادرنتك خدنا أول واحدة بس احنا دي ما خدناهمش للآخر؟ لا خدنا دي بس اللي لسه كان في جزء تاني كان فاضل الجراف لا احنا خلصنا الجراف والسيستم اوفلاين والكوادرت لا افتكرت لا اللي كان فاضل ان انا اجيب هنا الكونسول طيب سكرين شوت بس كده منها كده ده كده الدنيا دي كلها لسه هندخل بقى هنا في واحده في سيستم دي اللي هي في واحده هندخل في ده وده ازاي اجيب كونسول امسح Thank you.
الاخبار ازاي؟ جنى قولي لي كده بقى صح كده؟ شغال على بقى 4 times 5 20 2 times 10 يبقى الاول كمان ايكوال صح كده؟ ماشي يعني مش كده كده؟ المفروض 3 times 10 و 5 times 6 طيب يحيى بيقول ايه بقى؟ يحيى بيقول مثلا بس شغال على اكس تعالى شغال على الواي صح؟ مفيش مشكله ده وده 3 times 10 5 times 6 سيرتي برضه يبقى برضه الاوت ايكوال فممكن تشتغل على اكس او الواي تمام؟ ان جي اتفضلوا واحد ودي لوحده تو اكس بلس ام واي ايكوال 4 4 اكس بلس 5 واي ايكوال 2 تمام؟ شادي انا بقول ايه اصلا في المسألة هنا؟ نو سوليوشن صح؟ فايند ايه؟ فايند ايه؟ ام فين عمر؟ عمر هجيب الام ازاي؟ انا مين سوليوشن؟ نعم هجيبها ازاي؟ هو في مين في النو سوليوشن ايه اللي بيحصل؟ في النو سوليوشن ايه اللي بيحصل؟ كوفيشنت بيبقى قد ايه؟ انا شغال دلوقتي في سيستم الام بيبقى ان واوت ايوه ماليش دعوه بالكوفيشنت ها؟ في النو سوليوشن في السيستم ايه؟ طب نسال حد تاني غير عمر ام جي في الميني سوليوشن دلوقتي نو سوليوشن قصدي سيستم يبقى ايه اللي بيحصل؟ انا كده هموت ما انت لسه سامعينها من شويه طيب نقولهم تاني عندنا يا اما وان سوليوشن يا اما ايه؟ ميني يا اما ايه تاني؟ زيرو في الزيرو الان ايكوال والاوت لا في الميني الان ايكوال والاوت ايكوال في الوان الان مش ايكوال نروح تاني بقى بسرعه كده بقى دلوقتي ده زيرو نو سوليوشن يبقى ايه بقى؟ تمام هات الان 2 ملتبلاي 5 بكام؟ 10 ام تايمز 4 مش المفروض الان ايكوال؟ يبقى ال 4 ام ايكوال كام؟ يبقى الام ايكوال كام؟ 10 اوفر 4 دارين ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 يبقى الام ايكوال كام؟ 5 اور 2 طبعا دي انت ما حضرتهاش لوحدكم يبقى ناخد مثال تاني اول سؤال اساله لي هو مش قال لي نو سوليوشن يبقى معنى كده ان الان ايكوال فين الان يا جنى 2 مالتي باي 4 2 مالتي باي 5 قصدي انا اسف تمام وام مالتي باي 4 يبقى 4 ام يبقى الاثنين دول المفروض يطلعوا ايكوال ليه؟ عشان ده الان ايكوال تمام كده؟ ها مفهومه؟ تمام بعد ما عملتهم ايكوال جبت الام بكام؟ ناخد بقى نسال لوحدنا بقى نحله نو سوليوشن برضه انت بتستعمل المساله؟ مساله حلوه على فكره كويسه اتفضل حل بايدك مروان انا قلت لك نو سوليوشن يبقى ايه؟ يبقى الـ n not equal والـ n equal والـ root not equal ايوه كده يلا هات الـ n اللي جاب الـ x اسمه ايه هنا؟ 2n واللي جاب الـ y هنا؟ 5 اعملوا مالتي بلاي بعض تبقى 10n اللي جاب الـ y هنا؟ 4 واللي جاب الـ x هنا؟ 3 اعملوا مالتي بلاي بعض 12 يبقى ده ايكوال ده يبقى الـ n لوحدها هي س هعمل ديفايد باي كام؟ 12 باي 10 12 اوفر 10 بكام؟ ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 6 اوفر 5 ها تمام كده؟ دي النوع الثاني اللي هو كان بيجيب لي ما كان بيقول لي نو سوليوشن وهات فاليبل تاني اللي انا كنت سايبينها المره اللي فاتت كان في السيستم كان يقول لي الحاجه هو وعايز الفاليبل عايز الان او الاكس او الام تمام كده؟ اللي احنا خدناه المره اللي فاتت ان هو يجيب لي كل حاجه جاهزه بيقول لي هاو مني سوليوشن تمام؟
فاضل بعد كده الكوادراتيك بنفس الحوار امسح ايوه تاني هو قال لك نو سوليوشن صح نو سوليوشن معناه ايه الان ايكوال صح كده طيب تعال ناخد الجنب الاكس اسمه ايه الجنب الاكس 2n لا اللي جنب الاكس قولوا كده صح 2n واللي جنب الواي طيب اعملوا مطبق بعض 2n اللي جنب الواي هنا واللي جنب الاكس هنا 4 يبقى الاثنين ايكوال بعض خلاص اعمل ديفايد 10 ديفايد 10 يبقى 12 اوفر 10 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 اسرع 2 6 تحت تحت 5 6 انت بتقول 6 وبتروح بسرعه ماشي خلاص فهمتها ماشي هو يبقى ايكوال 6 اوفر 5 تاني تعالى تاني بقى يلا اللي جنب الواي مع بعض اللي جنب الاكس اسمه كام 3 3 واللي جنب الواي ملتبلاي بعض اديني كام اللي جنب الواي هنا واللي جنب الكي اكس هنا يبقى ايه ايكوال كي يبقى الكي ايكوال كام ها تمام بعمل ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده ها جنراتور دي تمام لو في حد مش فاهم ينطق لو في حد مش فاهم ينطق لا كل اللي بقوله نو نو اه كل اللي بقوله دلوقتي نو لا انا ما قلتش اوبر انا بقول ان ايكوال تمام بلس ان واي ايكوال ان اكس ماينس واي ايكوال 3 عايش انا قلت لك ميني يبقى اللي بيحصل في الميني الان ايكوال والاوت ايكوال مروان يكمل اللي جنب الاكس هنا اسمه ايه 2 واللي جنب الواي نيجاتيف 1 يبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 بكام نيجاتيف 2 تمام يوسف اللي جنب الواي هنا كام مش عارف اللي جنب الواي ان واللي جنب الاكس 1 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 تمام كده كده اشتغلت على ايه على الان على اللي جوه جنراتور الاوت 1 ملتي باي كام ان ايكوال يوسف 2 ملتي باي كام ليه اشتغلت على الاوت بقى المره دي يا جنة ليه اشتغلت على الاوت عشان قلت لك ميني قلت لك ميني بقى الان ايكوال والاوت ايكوال تمام عشان قلت ميني كل مره كل مره كنت بقول نو نو يبقى ان بس اللي ايكوال تمام حاضر اللي جنب الاكس ده كام واللي بره ده كام 2 تايم 3 6 اللي بره ده كام واللي جنب الاكس ده كام يبقى 6 تايم 1 بكام ام او تايم 1 يبقى الام ايكوال كام 6 طيب تعالى نشتغل على الواي تعالى نشتغل على الواي ما نشتغلش على الاكس ان تايم 3 3 ايكوال ام تايمز كام؟ حلو والان انت بتنقط كام اصلا؟ نيجاتيف 2 تايمز 3 بكام؟ نيجاتيف 6 يبقى الام برضه بكام؟ بس انا باخد الاسهل تمام كده؟ يبقى الاوت بشتغل على الاكس او الواي ليه المره دي اشتغلت على الاوت؟ عشان ميني سوليوشن ميني سوليوشن يبقى الان ايكوال والاوت ايكوال ايوه لازم هيقول لك هو لو قال لك ميني يبقى ليك حق تشتغل في الان ايكوال والاوت ايكوال قال لك نو يبقى ان بس اللي ايكوال تمام واكيد لو قال لك نو ما ينفعش يجيب لك حاجه بره تمام فاهمه يا دارين تمام يحيى لو مش شاف حاجه قول ياسين اشتغل الاثنين تمام الماني بيشتغل في الاثنين بالظبط في الان والاوت في الان والاوت تمام امسح مش فاهم خليها بكره شادي في دي بسرعه في دي جيت قلت لك 1 سوليوشن 1 سوليوشن يا كونستنت ايه ده ايه ده دي بارابولا دي كوادراتيك بعمل في ايه
الله جي سكوير ماينس 4 AC. لو طلع بوستيف يبقى 2 سوليوشن، لو طلع نيجاتيف يبقى مفيش سوليوشن خالص، لو طلع ايكوال 0 يبقى 1 سوليوشن. تمام كده؟ قول لي بقى هنا انا قلت لك 1 سوليوشن يبقى معناه ايه بقى؟ بي سكوير ماينس 4 AC 1 سوليوشن يبقى ايه؟ 1 سوليوشن يبقى ايه؟ 0. 1 سوليوشن يبقى ايه؟ ايكوال 0. البي عندك بكام؟ ب 4. دي 4؟ لا نيجاتيف بي. يبقى شيل البي وحط نيجاتيف بي، حط عليها سكوير. يا طارق الايه بكام؟ 1. يبقى ماينس 4 تايمز 1. السي بكام؟ 4. 4 تايمز 4؟ 4 تايمز 4 يبقى ماينس 16. انجي نيجاتيف بي سكوير بكام؟ النيجاتيف مع باور 2 هيتشال صح؟ بي. يبقى بي باور كام؟ بي باور 2 ايكوال 0 شادي، وادي نيجاتيف 16 الناحيه الثانيه. يبقى 16. يبقى بي كام؟ بي باور 4. تمام هنعيد مساله ثانيه. اكس سكوير ماينس بلس سي اكس بلس 9. قلت لك هنا في المثال ده قلت لك ان هو 1 سوليوشن. يلا هنعمل ايه؟ المثال اللي فوق ده الايه بكام عندك؟ المثال اللي فوق الايه بكام؟ الايه ب 1، الايه ب 1 والبي ب سي والسي. تمام الروت بتقول ايه عشان نحدد؟ بي سكوير بي سكوير ماينس 4 اي سي. انا بقول لك هنا 1 سوليوشن يبقى المفروض يطلع ايكوال كام؟ ايكوال 0 ولا جريتر ذان 0؟ ولا لسه زيرو؟ تمام ايكوال زيرو. البي هنا عندك بكام اسمها ايه؟ اسمها البي اسمها ايه؟ سي ماينس 4 ملتبلاي الايه؟ 1 ملتبلاي السي، السي بكام؟ 9 ايكوال شادي 4 تايمز 9 36. ده ايه؟ هعمل ايه بعد كده؟ عائشة روت 36 بكام؟ 6 6 بس ايكوال كام؟ نيجاتيف اور بوزيتيف 6. تمام؟ فيها مشكلة دي؟ المفروض هنا بي ايكوال بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شاطر نيجاتيف اور بوزيتيف 4. تمام كده؟ ها مفهوم نور؟ مالك نور ما في لفظ تمام خلاص دي كده لحد دلوقتي مفهومه؟ تمام لحد دلوقتي كده خلصنا لحد ما النمبر اوف سوليوشن. انا هرجع للكوميكس بقى اللي انتوا ايه؟ ماضيين كده جامد جدا ده. انا اول مره ماشي ما انا هشرح لكم. كوميكس انت ايه رايك ده؟ ما نشرحوش؟ ده بسم الله ما شاء الله الكوميكس كلكم غلطانين فيه في الامتحان كلكم. خلاص امسح استاذ انت تبقى ايكوال 0 ايه جاتولك ايه بيقول لك ايكوال 0 دي سكوير ماينس 4 سي ايكوال 0 انت 1 سوليوشن انت تقول كده 0 2 سوليوشن لا في الدراما لا مفيش مني في يا اما 2 يا اما 1 يا اما 0 يا اما قطعت الاكس اكسس مرتين يا اما قطعت الاكس اكسس مرتين يا اما قطعته مره واحده يا اما ما قطعتوش خالص.
تمام كده؟ هنا بي سكوير ماينس 4 اي سي تطلع نيجاتيف، يعني تطلع ليه زاد زيرو. تمام؟ هنا بي سكوير ماينس 4 اي سي تطلع ايه؟ ايكوال زيرو عشان وان سوليوشن. هنا بي سكوير ماينس 4 اي سي هيطلع ايه؟ جريتر زاد زيرو، هيطلع بوزيتيف. ام جي سميهم تاني كده بسرعه بقى. بصي لي بصي لي بي سكوير ماينس 4 اي سي لو طلع جريتر زاد زيرو ميني ميني صح؟ تمام. لو ليه زاد زيرو؟ تمام ايكوال زيرو. سمعهم بقى بي سكوير ماينس 4 اي سي ليه زاد زيرو؟ تمام بي سكوير ماينس 4 اي سي جريتر زاد زيرو. بي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال زيرو. سمعهم بي سكوير ماينس 4 اي سي ليه زاد زيرو؟ جريتر زاد زيرو. تمام ايكوال زيرو 1. جات معاك بالحظ بعد كده لقيت من خالص بي سكوير ماينس 4 اي سي جريتر زاد زيرو. لا ما جاتش بالحظ. تمام خلاص في حد كده مش عارفه كده تاني؟ امسح لو في سؤال قدامه اساله عادي. في سؤال؟ كل واحد طلع ورا ورا بقى يتفضل يحل المسائل دي قدامي. انا هعدي على واحد واحد. 2 ماينس 3 اي اوفر 4 بلس 2 اي. ماشي انا هشرح. بصوا بندرس تخلص؟ لسه في فاضل حته سؤال. ما عادش انا في الامتحان بس ما شاء الله كلهم دلوقتي. هنعمل ايه؟ اول حاجه 4 ماينس 2 اي تايمز. لا انا عايز اشرح طيب بس. حلو اتفضل قول هنعمل ايه؟ دريم اول حاجه هنعملها ايه دريم؟ 4 ماينس 2 اي اوفر تايمز كام؟ 4 ماينس 2 اي فوق تحت مروان 2 تايمز 4 2 تايمز نيجاتيف 2 اي نيجاتيف 4 اي نيجاتيف 3 تايمز 4 نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2 6 اي بار 2. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ حلو 4 تايمز 4 2 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 4 اي بار 2 نيجاتيف. تمام كده؟ حلو نيجي بقى للخطوه اللي بعديها. اي سكوير دي تعمل ايه؟ حلو 8 ماينس 6 8 ماينس 6 2 نيجاتيف 4 اي ونيجاتيف 12 اي 16 بلس 4 نفسهم يبقى 2 اوفر كام؟ ماينس 16 اوفر 20 برضو اي. ها تمام كده؟ وانا 5 باي 2 5 باي 2 و 8 اوفر 5 باي 4 باي 4 اوفر 5 اي 10. يلا اشتغلوا تاني لحد ما يطلع لكم المسائل دي. سري ماينس 4 اي تحته بلس 2 اي. سري ماينس 4 اي يوسف سري ماينس 4 اي و 2 بلس 2 اي. لا ايوه تاني عشان لازم تطلع 100%. ما المشكله في الكود دايره ده بلس يبقى اعمل 2 ماينس 2 اي فوق و2 ماينس 2 اي تحت. ايوه طب بعد بقى ما بعمل التايمز ده والتايمز ده كده فما اعرفش احط بقى 8 مثلا ماينس 4 اي ولا 4 اي. دي بوستيف ولا نيجاتيف؟ دي بوستيف ولا نيجاتيف؟ رايح على مين؟ بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف. يبقى دي بوستيف ايه؟ 6. ماشي طيب دي بوستيف صح؟ اه رايح على ايه؟ نيجاتيف. يبقى نيجاتيف 6 اي. تمام طيب دي نيجاتيف ولا بوستيف؟ نيجاتيف. رايح على بوستيف يبقى ايه؟ بوستيف. نيجاتيف وبوستيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف ايه بقى؟ نيجاتيف 4 تايمز 2 8 اي. نيجاتيف تايمز نيجاتيف؟ نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوستيف. بوستيف بوستيف ايه بقى؟ 4 تايمز 2 4 اي. اي سكوير عشان اي واي. تمام كده؟ تحت خد الاول في الاول والثاني في الثاني بس. ماشي 2 تايمز 2 2 تايمز نيجاتيف 2 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 اي بار 2. تمام تعالى سيب لي بعديها اي بار 2 ده هيبقى ايه؟
ايه الستايل بتاعته؟ يبقى نيجاتيف لا ثانيه يبقى نيجاتيف 8 6 ماينس 8 2 نيجاتيف 6 ونيجاتيف 8 4 بلس 4 8 لا ليه نيجاتيف 2 اوفر 8 و14 اوفر 8 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 تمام هتاخد واحد ثالثه عشان ما شفتهاش تمام لا 5 تايمز 4 5 تايمز اي كمل 3 اي 3 اي تايمز 4 12 3 اي تايمز اي 3 اي ياسين لحد دلوقتي كده فاهم انا بعمل ايه؟ تحت بقى ياسين 4 ياسين 4 تايمز 4 4 تايمز 4 عشان خاطري 4 تايمز 16 16 ماينس اي تايمز اي لا تايمز تايمز مش ادي نيجاتيف اي باي 2 خلاص كده؟ ياسين دلوقتي ده 20 اوكي؟ اي باي 2 مهمته ايه؟ يكتب الساين ويمشي يبقى ده اصلا اسمه ايه؟ مش بص في 3 اي سكوير؟ يبقى نيجاتيف 3 20 ماينس 3 بكام بقى؟ 27 27 17 5 اي بلس 12 اي 5 اي بلس 12 اي 17 اي والله 15 اي سكوير مهمتها ايه؟ تقلب الساين وتمشي يبقى 16 بلس 1 كام؟ 17 حلو 17 اوفر 17 بكام؟ 1 17 اوفر 17 بقى؟ 1 تمام؟ مالك ايوه يلا مالك البراكت ده قبليه في 2 طب ادخل البراكت ادخل 2 6 انا مش سامع مالك كمل علي كمل عامل كمل علي كمل علي دلوقتي هنعمل النيجاتيف 3 تايمز 4 هتبقى نيجاتيف 12 والنيجاتيف 3 تايمز 2 هتبقى نيجاتيف 6 اول لا تبقى 6 اول على طول انجي كملي يا انجي هنجمع اللايك ده في اي؟ لا ده في اي؟ 6 ماينس 12 بكام؟ ده في اي؟ وده في اي نيجاتيف 8 بلس 6 ها؟ هنعمل ادوات سبتراكت واحده نيجاتيف والثانيه بص نعمل ادوات سبتراكت سبتراكت حلو 8 ماينس 6 2 والساين بتاعت الكبير مين؟ يبقى نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 2 ايه؟ اي تاني شادي لا لا استنى ياسين ياسين 5 تايمز 2 5 تايمز 2 يحيى 5 تايمز نيجاتيف 3 15 15 بيخمسوا في ايد الدبس فايف تايمز 3 اي نيجاتيف 2 تايمز 4 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 4 8 اي بوزيتيف 8 اي كم فيها يا طارق؟ هنعمل ايه؟ 10 ماينس 8 2 نيجاتيف 15 بلس 8 اي نعمل ادج وسبتراكت عمر اقعد بقى انا من قد الاثنين الاثنين نجرب ولا الاثنين واحده بص واحده نجرب ما دام عكس عكس بعض في الساين بس فاكت اعمل ايه الكبير مع الصغير 15 ماينس 8 ايه؟ نيجاتيف 7 هتبقى 17 15 ماينس 8 نيجاتيف 7 7 ايه بقى؟ اتفضلوا خلي دول لوحدهم
لا ما عشان خاطر الكومبلكس ده خليته واقع خليته متضمر لا في خاطر لسه في حته في البرامبرا احنا لسه ما خدناش لو قال لي تو سوليوشن وهات ام هات كي دي ليفر ايوه عادي اصل انا كل ما بعمل كل ما بعمل كويز الاقي الكومبلكس يلا معلش 3 تايمز 2 6 6 دليل 3 تايمز نيجاتيف 3 يحيى 2 تايمز 4 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 ياسين لا يوسف ده في اي وده في اي يبقى كام نيجاتيف 9 ونيجاتيف 4 هنعمل اد ولا سبتراكت نعمل نجري ونجري يبقى نعمل اد ولا سبتراكت نجري 9 ونجري 4 يبقى كام 13 اي 8 بلس 6 14 ها تمام كده؟ اه تاني هناخد واحد تانية صح مش المفروض تبقى احيانا صح بس المفروض اعملهم بلس مش نيجاتيف 9 بلس نيجاتيف 4 طب انا خسرت النهارده 9 جنيه وبعدين خسرت 4 جنيه يبقى انا خسرت كام في الاخر؟ 13 تمام بص احنا بنعمل اد وبناخد ساين كبير او نعمل سبتراكت ونعمل ساين كبير ان جي عندك اعتراض على المنظر ده؟ ما يمكن غلط لا حتى صح تمام اتفضل 2 ماينس 3 اي ماينس 5 بلس 2 اي اخر واحده يا رب ما نغلطش يلا يا يوسف ها هنعمل ايه اول حاجه؟ جه في هنا حاجه بره؟ لا يبقى خلاص اكتبها زي ما هي 2 ماينس 3 اي كم يا يوسف؟ في نيجاتيف هنا نيجاتيف 5 طيب عمر ده في اي وده في اي نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 6 عشان خاطر ايه؟ نيجاتيف 5 اي نيجاتيف 5 و 2 نيجاتيف 3 فيها مشكله؟ نعم الادنج والسبتراكت وال مش نيجاتيف نيجاتيف ايه انهي واحده؟ مش نيجاتيف 3 اي تبقى بوزيتيف ولا اسمها ادنج؟ انت اللي تبقى بوزيتيف لو انا بعملها تايمز تمام؟ لو بعملها تايمز يبقى بوزيتيف 6 لكن بعملهم دول بجمع لايكات تمام كده؟ يبقى ده فرصان كبير ها اكيد؟ على كلام ده يبقى بوزيتيف 6 بقى فاهم حاجه قصدي ايه؟ انت بتعملي لايك اكيد؟ اتفضل معايا والله ابدا عشان اطمن ما والله العظيم انا باجي اعمل كويز بلاقي غلطات هنا هذه تفور اه يلا ها بسرعه قول لي هنعمل ايه اول حاجه؟ اه 2 تايمز 2 الله شفت يا شادي؟ شفت بقى؟ جبت منين 2 بقى؟ قول لي جبت منين 2؟ 2 بلس 3 اي ايوه كده ها وبعدين 2 بلس 8 ماينس 8 ايوه كده يعني لازم اقف اقول صح ماشي هي كام؟ دي 3 لا تايمز 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 4 تايمز 2 تمام خلاص انت قلت لي خلاص ايه؟ 4 تايمز 3 تايمز 3 12 عاش اي تمام كمل بقى جمع لايك ده 2 وده نيجاتيف 8 يبقى كام؟ كمل يا عمر 2 ماينس 8 2 ماينس 8 6 طب وليه تغششوه يعني ما هو عنده ثانية يعرف 3 ماينس 12 ما حدش يتكلم 3 ماينس 12 3 ماينس 12 اوف نيجاتيف 9 اه خلاص كده الكومبلكس انتهى امره اكيد اه تمام نيجي للمسألة الثانية اللي انتوا بتقعوا فيها مسألة البيت بوينت واحنا خدنا دي الاول بس ساين 90 ماينس اكس يعني ايه؟ ايه ده؟
يا طارق لو انا قلت كوزين اكس ايكوال ساين واي معنى كده ايه؟ ها كوزين اكس ايكوال ساين واي يبقى ايه؟ فيش حد فاكر اكس بلس واي يبقى لو قال لي كوزين حاجه ايكوال ساين حاجه يبقى الحاجتين دولت الصم بتاعهم 90 لو قال لي كوزين 90 ماينس اكس يبقى هو قصده ايه ساين اكس يبقى هو قصده ايه ساين اكس ها طب انا لو قال لي تان 90 ماينس اكس يبقى قصده ايه كوتان اكس نكمل سيك 90 ماينس اكس يبقى قصده كوسيك اكس واحنا خدنا السيك كوس الله تمام ماشي كوسيك 90 ماينس اكس ايكوال كام سيك اكس يعني ايه كلمه سيك اكس ايكوال 2 دي معناها ايه معناها ان كوزين اكس ايكوال هاف تاني كله معايا كوسيك اكس ايكوال 3 اوفر 2 يبقى قصده ساين اكس ايكوال 2 اوفر 3 كوتان اكس ايكوال هاف يبقى قصده ايه تان اكس ايكوال 2 الكوسيك هو المقلوب بتاع مين؟ الساين الكوسيك مقلوب بتاع مين؟ أول مرة تسمع الكلام ده؟ مش ده بجد؟ ده كوسيك ما قلتوش قبل كده؟ لا لا قلته لا قلته 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 سيك مقلوب لمين؟ كوتان مقلوبه لمين؟ دي تمام؟ حلو لما اجي اتكلم على حاجات مش معروفه زي كوتان دي او كوسيك او سيك رجعها للحاجه اللي انت تعرفها. اللي هي السيك تبقى كوزين، الكوسيك تبقى ساين، الكوتان تبقى تاني بس شقلبها. ممكن يجيب لي مثلا السيك من الترانجل؟ لو قالك ايه؟ طب ماشي الترانجل اهو. ادي السيتا هنا. وادي 3 4 5 واحد بس ده 5 ماشي. لو انا قلت هات ساين ثيتا، ساين ثيتا ايكوال كام؟ اوبوزيت اوفر يبقى 3 اوفر 5 طب لو قلت لك هات كوسيك ثيتا شالها يبقى 5 اوفر 3 تاني هات كوساين ثيتا ها تبقى 4 اوفر ايه؟ 5 لو انا كده عايز اقول سيك ثيتا يبقى 5 اوفر 4 ياسين تان ثيتا جبنا ازاي؟ تقع سهى كحت وش تقع اوبزيت على الجيسي تمام الاوبزيت بقى كان هنا سيتا اللي هو 3 اوفر 4 لو انا عايز اجيب كوتان سيتا في حد مش فاهم انا قلت ايه دلوقتي كده؟ لو في حد مش فاهم يقول يوسف ها تمام؟ فاهمهم كده خلاص؟ افتكرتيهم لسه؟ اكيد؟ طيب لو انا جيت قلت ساين 2x بلس 1 ايكوال كوزاين 3 60x بلس 2 اعمل ايه؟ شادي ساين حاجه ايكوال كوزاين حاجه يبقى نمسك الحاجه دي بلس الحاجه دي ايكوال كام؟ 90 بنقدر نحلها نجمع بقى الاكسات مع بعض ونحلها تمام؟ هتطلع ايه دي 7 بلس 2 بغض النظر عن الحل مفهوم الفكره؟ تمام امسح الكلام ده كله تمام يعني براكت براكت خلصت البراكت الاول طلع براكت واحد تمام قعدت اعمل سمبليفاي جوه البراكت ده لحد ما قلتليش بعد كده رحت مدخل التوبه اتفضل ده قصدي تاني في تو براكت ده مثلا 3 بلس اي مثلا و2 بلس 2 اي حلو كده اعمل تايم 3 تايمز 2 6 3 تايمز 2 اي 6 اي اي تايمز 2 2 اي i times 2i plus 2i squared صح كده؟ نجمع اللايكات بقى 6 minus 2 4 وبعد كده 6 plus 2 8i صح كده؟ دخل ال 2 عليهم بقى يبقى 8 plus 16i فهمت حاجة؟ أنا دخلت ال 2 إمتى؟ في الآخر خالص قعدت أجمع التايمز دول لحد ما ظبطتها أكيد فاهمة؟ أيوه بالظبط لو في حد عنده أسئلة في الورق يقول الحاجة اللي بعد كده تطلع 1 و 3 مروان
تكون داخل الحمام؟ لا هو لسه رايح بقى. نيجاتيف 1 و 5. انا بديك 2 بوينت اسمهم انت بوينت. تمام كده؟ اول صفه انا ايه؟ انا بديك البوينت دي والبوينت دي. اول حاجه اجيب اول حاجه تجيب الميد بوينت. الميد بوينت الرول ده ايه؟ يحيى اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2 واي 1 بلس واي 2 اوفر 2. ايوه انت بتنزل راسك ايه؟ طب كمل. اول سيت هو بيديني الاثنين اند بوينت. اند بوينت يعني ايه؟ واحده هنا واحده هنا. مطلوب مني ايه؟ ايكويشن اوف سيرفي. مطلوب مني ايه يا شادي؟ استاذ ده مين بوينت مش اند بوينت. هو مديني الاند بوينت. انا المفروض اعمل ايه؟ اجيب. ايوه هو مديني الاند هنا ده وده. انا هعمل ايه عشان اجيب السنتر؟ اجيب الميد بوينت. الميد بوينت يلا 1 ماينس 1 0. ايوه فكر اكتر فكر اكتر. كل واحد نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 شاطر ممتاز. 1 ماينس 1 1 ماينس 1 0. طب نيجاتيف 1 ماينس 1 يا رجاله محدش يتكلم. نيجاتيف 1 ماينس 1 هو انا بقول للرجاله محدش يتكلم. سمعتها؟ ماشي يحيى. نيجاتيف 1 ماينس 1 يبقى 2 او نيجاتيف 2 او نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 بلس 1 يبقى 0. طب 1 ماينس 1 0. طيب نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 يلا تاني نيجاتيف 2. تمام نرجع تاني بقى 1 ماينس 1 1 ماينس 1 صح 0 0 اوفر 2 0. تمام 3 بلس 5 8 ديفايد باي 2 2 او 4 او 4. يبقى ده ايه ده الشغل اللي جبته ده؟ ده جبته اسمه ايه؟ ده سنتر. سنتر اللي خطر بعد كده بقى يرسم بعدين مالك بقى يرسم بعدين مش فاكر يا مالك صح؟ تمام. اول سبعه عملت ايه بس الاول؟ ميد بوينت. بعد كده المفروض اجيب ايه؟ ديستانس بتوين بتوين ده واي واحد فيهم. اي واحد فيهم يلا. انا بص على عينيا ايه؟ مش شايف حاجه. تاني ده بوينت. ياسين ياسين هو مديني ايه؟ 2 بوينت. مديني ايه؟ 2 بوينت. خلاص كده؟ بس دي مهمه ها؟ 2 بوينت. اول حاجه هتعمل ايه؟ هتجيب حاجه اسمها الميد بوينت اللي هو السنتر. ده بلس ده اوفر 2 ده بلس ده اوفر 2. جبتها خلاص؟ تمام. قلنا بقى هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب ايه بعد كده؟ الديستانس بتوين مين ومين؟ بتوين الميد بوينت اللي انا جبته واي واحد فيهم. يلا اختارنا اي واحد. بس الرول فكرني بالرول بس كانت ايه؟ بنحط ماينس ماينس باور 2 باور 2. تمام كده؟ يلا اكس 1 انت هتختار مين ده ولا ده؟ انا ايه ده مثلا؟ تمام ده وده. اكس 1 بكام عندك؟ 1 اكس 1 1 اكس 2 0 واي 1 3 واي 2 4 ان جي سمي لي الرول بتاع الديستنس تاني. روت بفتح براكت وبراكت تاني بينهم ايه؟ بلس باور 2 باور 2 ماينس ماينس دول تاني. روت براكت براكت بينهم ايه؟ بلس باور 2 باور 2 ماينس ماينس. هدي بقى اكس 1 واكس 2. حط اكس 1 واكس 2 واي 1 واي 2 بين مين ومين؟ بين الميد بوينت واي واحده فيهم. ايوه كده بجيب ايه بقى؟ ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي ريدس. يلا كمل كده 1 ماينس 0 1 3 ماينس 4 1 بلس 1 1 بلس 1 يبقى راديكال 2. جاهز اهو اللي يخش المفروض يكتب ازاي بعد كده؟ انت معاك السنتر بتاعك 0 4 معاك الريدس بروت 2 عايز اكتب الايكويشن. زيرو دي معناها ايه؟ اكس سكوير بلس الفور معناها ايه؟ واي ماينس 4 باور 2 ايكوال ايكوال 2 تاني ان جي نيجاتيف 5 و 3 والريدس راديكال 3. انا اكتب الايكويشن ازاي؟
x plus 5 square plus ng y minus 3 square equal عملنا موجودة يبقى كام 3 ng تاني 2 و 0 والradius 4 يلا ng ها x a minus 2 بار 2 لو قال 0 معناه ايه يبقى y سكوير على طول equal 4 بار 2 16 شاطرة تاني ng تاني negative 1 و 3 ايوه radius 5 اتفضلي ها تمام سكوير بلس ايمان اتفضلي ما انا بصي عندي حساسيه مع الناس اللي بتركز معايا عندي حساسيه لوحدها اتفضلي كملي كملي مش معايا ده السنتر عايز اكتب الايكويشن تبقى y minus 3 4 ايكوال اوفر الريديس عامله ايه؟ يعني رجاله بعد اذنكم انتوا كبار ان انا ارجع لكم من الصراحه اللي انتوا فيه ده 5 بار 2 5 بار 2 200 و5 تايمز 2 25 تمام دلوقتي انا معايا دلوقتي السنتر كام وكام؟ 0 4 الزيرو دي معناها ايه؟ اكس بار 4 على طول بس وال 4 بلس واي ماينس 4 بار 2 ايكوال الريديس بتاعي عندي بكام؟ راديكال 2 راديكال 2 تحط عليه بار 2 بقى الراديكال 2 ده السكوير روت هيروح هيتفضل ايه بقى؟ 2 اتفضلوا حلو دي لوحدكم بقى 2 ونيجاتيف 5 4 و 1 اتفضلوا جيب الكوشن بتاعت السنتر الكوشن بتبقى اوف سيركل 2 بلس 2 بلس 4 اوفر 2 كوما نيجاتيف 5 بلس 1 اوفر 2 ده ليه 2 بلس 4 6 اوفر 2 نيجاتيف 5 بلس 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 اوفر 2 يا ايمان ليه ايمان مش مركزه النهارده؟ ليه؟ تمام ماشي نيجاتيف 6 اوفر 2 نيجاتيف 4 اوفر 2 تمام اكيد انا بخاف ان حد يشوفه بالعكس ماشي انا السلام عليكم بعد كده بعمل ايه؟ اتفضل نعمل روت كبير كده تمام بحط ايه؟ الاول ماينس بار 2 في مشكله كده بالك؟ لا نور اول 3 عامل ايه؟ 3 عايز تختار مين فيهم بقى؟ اللي اتلخبط هتختار مين فيهم؟ اول واحده هتختار اول واحده؟ يبقى ها 3 ماينس 2 ها نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2 ماينس 5 يبقى بلس 5 ها احنا عايزين دي يا مستر تاني انت طلعت 100 بوينت صح؟ امسكها معانا مش هتفرق هتطلع ايوه طبعا 3 ماينس 2 يبقى 3 ماينس 2 وبعد كده نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 5 ها تمام؟ عايزه بالثانيه؟ حاضر لا خلاص تعالى لا تعالى بالثانيه يلا 3 ماينس 4 بعد كده نيجاتيف 2 ماينس 1 تمام كده؟ دي هتطلع 3 سكوير تمام يا ماين دي هتطلع 1 سكوير يبقى روت كام؟ ها تمام؟ بس الروت لا هتعملها تاني اه ده ريدس اه بس انا هكتبها في الكوشن ايه؟ يوسف بتكتب في الكوشن ايه؟ ليه؟ عشان احنا بنكتب في الكوشن ايه؟ اكس ماينس اتش باور 2 بلس واي ماينس كي باور 2 ايكوال ريدس سكوير مش ريدس بس تمام ياسين اتفضل واحده ثانيه واحده ثانيه رجعنا على التراك اللي هو كان الحته اللي انتوا ضعاف فيها رجعنا على الكوشن اوف سيركل الحته الوحشه دي ورجعنا على الحته اللي هي بتتفايد تمام بعد كده لما اجي اعمل كوز قدام بقى بس على طول ونمسك الشيتات الذاكره كويس وهرفع الفيديو ده اعمل اكتر من كده تاني مش هرفع منه خلاص انا سال والله ايه هو انا عامل ايه ايه في ناس غايبه ايوه اعتذروا عشان خاطر عندهم كوارتر انتوا عندكم كوارتر انا عندي وجيت بس انا هجيبه الاربع كوارتر مان انا الاسبوع الجاي بس انا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي لغايه يرفع
يلا ياسين بسرعه مين دول بسرعه كم بسرعه 1 و 3 5 - 3 over 2 2 + 4 over 2 يبقى كام 2 over 2 و 6 over 2 يبقى 1 و 3. مالك عايز تاخدها دي مع دي ولا دي مع دي؟ لا لا دي ماشي روت وبعد كده ايه باكت الماينس ولا الروت؟ تمام 1 ماينس 5 و 3 ماينس 2 3 ماينس 2 كام؟ ب 1 1 سكوير 1 بار تمام 1 ماينس 5 روت 17 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 باور 2 نيجاتيف 8 16 16 يبقى روت كام؟ 17 تمام كده؟ اه ياسين جبت السنتر بكام انت كام وكام؟ 1 و 3 والريديوس 17 روت 17 اكتبها ازاي بقى؟ يبقى اكس ماينس 1 وبعد كده واي ماينس 3 امسك ده حط عليه باور 2 هيشيل روت هيبقى ايكوال كام؟ يبقى 17 هي دي جوزه بصفر تمام كده؟ خلاص ادخل على اللي بعديها بقى شادي جيت هنا قلت لك يا شادي هنا في تو سوليوشن تو سوليوشن الاي هنا بكام؟ الاي بكام؟ الاي بكام؟ كل مره اسالك الاي بكام تقول لي باكس 1 يعني يعني افهم ازاي بقى اكس ولا 1؟ 1 البي دليل السي اكيد انا مش بدافع مش بنادي على الدارين بصوت عالي عشان الدارين سي ايكوال كام؟ 3 الرول بيتحكم فيه ايه؟ بي سكوير ماينس 4 اي سي ال جي لو ليس ذان زيرو 1 انت بتسوحها يعني تمام لا على فكره مش 1 مش 1 تمام صوت اللي جاي صوت اللي جاي صوت لسه زيرو ايه؟ لا بزيرو بزيرو ايوه اوكي انا بقى هنا كده قلت لك ان هي تو سوليوشن شادي ركزوا كويس عشان مش عارف تحل المساله دي مش فاهم انا بقول هنا تو سوليوشن كل مفيش حاجه عملتها اصلا انا جبت الاي والبي والسي بس والرول اللي بيتحكم في نمبر سوليوشن اقول بقى هنا بقى انا بقول تو سوليوشن اقول جيت مثلا زيرو ولا اقول لسه زيرو ولا ايكوال زيرو؟ لس لس انا بقول دلوقتي في تو سوليوشن يبقى ايه؟ ده انت واضح ان انت لقيت الغلطان اصلا تعالى لي شادي لو جريت لسه زيرو لو لسه زيرو لو ايكوال زيرو تمام دلوقتي انا بقول تو سوليوشن اكتر منهم فيهم تمام دليل كملي البي عندك بكام؟ ام سكوير جنة ماينس 4 تايمز 1 تايمز السي بكام؟ 4 تايمز 1 تايمز السي بكام؟ 12 وديها الناحية التانية تمام كده؟ بصوا عليه بقى هو امتى الساين تتحول؟ امتى الساين تتحول؟ مش دي نيجاتيف 12؟ لا الساين اللي هي اللي كانت بتسال وده تقول ناحيه ثانيه على فكره هو بيسال سؤال مهم محدش هيركز فيه بيسال سؤال مهم وده تقول ناحيه ثانيه نيجر 2 انا شايف نيجر 2 ايه؟ اكس ليس ذان 2 رجاله هو مين اكبر؟ ال 2 ولا ال 1؟ 2 طب لو حطيت هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف بقى مين الاكبر؟ تمام كده؟ يبقى لما يكون في نيجاتيف اكس جريتر ذان 2 يبقى معناها اكس ليس ذان نيجاتيف 2 عشان اودي النيجاتيف الناحيه الثانيه
لازم الكوز تقلب عشان اودي النيجاتيف الناحيه الثانيه لازم الكوز تقلب ام جي حل معايا دي 4 ماينس اكس جريتر ذان 5 ودي 4 الناحيه الثانيه 5 ماينس 4 1 يبقى نيجاتيف اكس جريتر ذان ايه 1 عايز جي النيجاتيف ده احطه الناحيه الثانيه يبقى اكس ليس ذان نيجاتيف 1 تمام كده يبقى لو في نيجاتيف جنب الاكس هو اللي بتقلب لما جنب الفاريبل تمام اقلب لما يكون في الفاريبل وتعمل بنيجاتيف لا تايمز اوت فايف ما انت على فكره انت كده بتعمل كده بتعمل تايمز نيجاتيف 1 او ديفايد نيجاتيف 1 هي هي يكون في ديفايد تايمز نيجاتيف 1 اه لكن بلس ماينس تمام كده هي الحاله الوحيده لما يكون في جنب الفاريبل نيجاتيف جنب الفاريبل نيجاتيف جنب الفاريبل نيجاتيف مش الرقم الرقم ملوش لازمه فاهم قصدي يعني انا لو نيجاتيف 4 هيروح الناحيه الثانيه بلس 4 تمام لكن المشكله فين؟ في اللي جنب الاكس على طول تمام؟ مالك الانجلس سكوير ايكوال تو جريتر ذان 12 على فكره انا هشرح دي وصدقوا لي مش هتركزوا فيها دي بتتحل ازاي؟ ام 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 جريتر ذان روت 12 اور ام ليس ذان نيجاتيف روت 12 ده ازاي؟ مش لازم ازاي نعرفه دلوقتي. ده الدرس اللي هنشوفه بعدين. بس تاني ام سكوير جريتر ذان 4 شيري سمعنا تبقى ام جريتر ذان كام؟ لا ما روت 4 يا 2 تمام كده؟ ها؟ وام ام ليس ذان نيجاتيف روت 2 نيجاتيف 2 تمام كده؟ تاني باسم ام سكوير جريتر ذان 16 يبقى الام جريتر ذان 4 او ام ليس ذان نيجاتيف 4 جا طارق ام سكوير جريتر ذان 100 يبقى الام جريتر ذان 10 والام ليس ذان ركزوا في اخر خطوه دي بالذات هتتنسي نقول تاني انا جالي المنظر ده وانا قلت لك فيه كام سوليوشن تو سوليوشن صح عملنا ايه بي سكوير ماينس 4 اي سي مالها ان جي لو تو سوليوشن يبقى مالها جريتر ذان ايه زيرو تمام قعدت على السبيسود مبدئيين الايه عندي والبي معايا بعد كده 4 تايم 3 كام ياسين وديت ال 12 الناحيه الثانيه بعد كده جبت روت هنا وروت هنا تمام ام بين ام روت 12 او ام ليس ذان نيجاتيف روت 12 مش عايزين نعرف ليه صح؟ دلوقتي لا عشان خاطر انت درست ثانيه ابسولوت بعدين اتفضلوا بقى حلوا دي لوحدكم تو سوليوشن برضه ليه عندك بكام؟ 1 يحيى البي بكام؟ يحيى البي بكام يا يحيى؟ كام؟ سي 1 الروت بتاعتنا بي سكوير ماينس علي 4 اي سي ها 4 ايه؟ كمل عادي كمل عادي علي غلط علي سيب كام؟ سيب 1 انا قلت تو سوليوشن يبقى ايه؟
يبقى لو يبقى لسه زيرو. اه اه لسه والله لسه زيرو. تمام يبقى بي سكوير يوتا زان كام ده كام ده كله بعضه فور. هنروح ده تاني فور هو نيجاتيف. ها يبقى بي يوتا زان روت فور يا تو وسمولر زان نيجاتيف روت فور. تمام يا شادي. يبقى دي الفكره اللي هي بتاعتي بقى لو في فاريبل وقال لي تو سوليوشن قال لي باسل نو سوليوشن قال لي وان سوليوشن يبقى انا بصرف ازاي؟ بحط بي سكوير ماينس 1 سي ولا بحط جريتر ذان زيرو او ليس ذان زيرو او ايكوال زيرو. لكن الشكل التاني كان بيجي لها ازاي؟ كان كل حاجه جاهزه وبيقول لي ده ايه؟ فانا لو المفروض اجيب بي سكوير، بي سكوير بكام هنا؟ بي سكوير ماينس 4 تايمز 1 4 تايمز 9 لما الاجابه تطلع زيرو انا اقول له ايه؟ 1 سوليوشن. لكن هنا بيديني حاجه ناقصه ويقول لي 2 سوليوشن او 1 سوليوشن واحده الحاجات ناقصه. فين الفرق بين الاثنين؟